هاي جيش العنابيت وفيزو النهاردة هيكون عن كشف هوية الدعسوقة لعائلتها في الحلقة 21 اللي بعنوان العائلة العزيزة. كمان في تسريبات جديدة حلوة جدا نزلت عن الفيلم الجديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في الشانل وبس خلونا نبدأ. نزل سيناريوهات حارقة ومشوقة جدا عن الحلقة 15 و22 من الموسم الرابع، واللي حابب يشوفهم هسيبها لكم في نهاية الفيديو. اما الوقت خلونا نشوف اندماج كوامي تيكي والكوامي بلاك مع بعض. هطلعوا كوامي غريب وشكله غريب جدا زي ما انتم شايفين، اسمه نول او نال او حاجة زي كده. باي ذا واي خلونا الوقت ننتقل على كشف هوية الدعسوقة لعائلتها، وطبعا ده هيتم لما العائلة بتاعت مارينيتها تصاب بالأكوما، والسبب الاكبر والمحتمل هو انها يحسوا ان ابنتهم الوحيدة بتخبي عنهم حياة كتير وهيفتكروا ان هي بتكرههم، فبالتالي هيصابوا بالأكوما. مارينيت هتديهم التميمة او هتقولهم ان هي الدعسوقة عشان هما هيزعلوا منها، بس اللي تم تأكيده ان في نفس الحلقة تيجي هتستخدم قواها بدون حامل، وكمان هيظهر ابطال خارقين كلهم وهيبقى فيه شرير اسمه مولاك. بالنسبة لفيلم الجديد فنزلوا تسريبات للصور بانيميشن رهيب جدا. الصورة الجديدة هي مع كلوي ومارينيت، وكتب جيرمي زاك عليها افضل صديقتين للابد، فصراحة دي كانت حاجة غريبة جدا 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 وانا استغربت جدا. اكتبوا لي ارائكم في الكومنتس لان انا بجد يعني ازاي مارينيتها وكلوي ماشي يبقوا يعني بيست فريندز، ده ازاي؟ هحاول اتقبل الامر وخليكم على السيناريوهات. عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في الشانل وبس باي باي. حد يقولي ازاي مارينيت وكلوي بيست فريندز؟ دي كلوي يا جماعة كلوي.